السلام عليكم وتحية طيبة لكل مشاهدات ومشاهدي قناة محلل سياسي من ألمانيا. معكم محمد خلوق، سعيد بالتواصل معكم في أول حلقة من سلسلة حلقات ارتأينا أن نخصصها لشؤون المغاربة سواء داخل المغرب أو خارجه. سنتعرض في هذه القناة لمجموعة من القضايا، خصوصا القضايا المتعلقة بالنقاش الحالي الدائر لدى النخبة وأيضا لدى عامة الناس والمهتمين. أيضا سأقتصر في أول حلقة على نقطتين أساسيتين: أولا التعريف بصاحب هذه القناة، والنقطة الثانية بأهداف والغاية من فتح هذه القناة. وسألتزم بالاختصار في أول هذه الحلقة التي أعتبرها شخصيا حلقة تعريفية وتوطئة لما قد يأتي بعدها من حلقات. صاحب هذه القناة هو محمد خلوق، درس في المغرب وحصل على الإجازة في اللسانيات العربية من جامعة محمد الخامس بالرباط. بعدها كانت الهجرة إلى ألمانيا، حيث كانت دراسة العلوم السياسية وتخصص في العلاقات الدولية بجامعة فيليبسبورغ بماربورغ، حيث كان الحصول على الماجستير والدكتوراه. عقب هذه الدراسة كانت هناك مراحل تدريس في مجموعة من الجامعات، في جامعة فيليبسبورغ بماربورغ، الجامعة العسكرية بميونخ، والجامعة القطرية بالدوحة. حاليا أشغل نائب رئيس المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا، وهي مؤسسة ألمانيا تعنى بتمثيل المسلمين في هذا البلد والدفاع عن حقوقهم ومحاورة الجهات الرسمية فيما يخص قضاياهم. مؤسسة أسست في بداية الثمانينيات من القرن الماضي. مجالات التخصص أو الاهتمام: الإسلام السياسي، الصراع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حوار الحضارات، وأيضا التراجم التي لها علاقة بما يعرف بأدب الرحلة. هذه هي أبرز المحطات في إيجاز، قد تليها تفاصيل فيما بعد. وعن الأهداف المتوخاة من هذه القناة ولماذا ارتأيت أن أفتح هذه القناة، يعني نزولا عند رغبة بعض الأصدقاء الذين طلبوا مني ومن مدة المشاركة في النقاش الحالي وإبداء الرأي في بعض القضايا التي تهم المغاربة والمسلمين بشكل عام هنا في هذا البلد، وأيضا القضايا التي تهم المغرب باعتباري محللا سياسيا أو باحثا في العلوم السياسية. نزولا عند رغبة هؤلاء، يعني بعد تفكير طويل ارتأيت فتح هذه القناة من أجل تقديم مساهمة بسيطة في النقاش الدائر، وأيضا تقديم اقتراحات قد تسهم بشكل أو بآخر في تطوير مستوى النقاش الذي نعيشه اليوم، ونحن نعلم مدى أهمية ودور القوى الاقتراحية في تطوير المجتمعات. فالتجربة هنا في ألمانيا لأزيد من عقدين علمتنا أن النقاش والحوار والجدل وتبادل الحجج هو كفيل بتطوير المجتمعات، خصوصا المجتمعات الديمقراطية، وأنه ليست هناك ديمقراطية كاملة وإنما هناك ديمقراطيات متطورة، والديمقراطية نفسها لها أخطاء قد ترتكبها، وإنما الإيجابي فيها
هو أن تصحح باستمرار كل الأخطاء المستجدة. نتمنى من خلال هذه القناة أن نساهم في إطراء هذا النقاش وفي تطوير النظام الديمقراطي خصوصا في بلدنا المغرب البلد الأصل، لأننا ندين له أيضا بالكثير وانتماؤنا له دائما حاضر في الذاكرة ولا يمكن تجاهله أو الابتعاد عنه. فأتمنى أن تكون هذه القناة مثمرة وأن تشكل إضافة لكل من يهتم بالنقاش الجاد والفاعل والإيجابي. لهذا أطلب منكم أن تشتركوا وأن تفعلوا الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد، وفي نفس الوقت وإيمانا منا بأن الديمقراطية دائما هي رأي ورأي آخر، موقف وموقف مضاد، نترك لكم أيضا فرصة المشاركة وهناك مساحة لتبادل الأفكار والآراء وتقديم الاقتراحات والمواضيع التي ترونها من الأهمية بمكان أن نتدارسها هنا أو أن نعطي فيها رأينا بكل تواضع. أتمنى أن أكون قد أوجزت ولم أطل، وإلى الملتقى إن شاء الله في أول حلقة من سلسلة حلقات سوف تتناول كل المواضيع التي تشغلنا كمغاربة في علاقتنا بمحيطنا المعيشي هنا بأوروبا أو في علاقتنا بدول الجوار كمغاربة داخل المغرب. وكما تعلمون جميعا أن الهاجس اليوم أو الإشكال الأول الذي يشغل معظم السياسيين وحتى المثقفين في المغرب وخارج المغرب هو إشكالية الصحراء المغربية، وهذا الجدل القائم مع الجزائر. تحية طيبة وشكرا لكم، وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم.